بعرف سريع للكاتسين كيف يشتغل، يبقى لي اختار الكونفرزيشن اقدر احطه هنا، واقدر اشيك الديالوج هنا، واقدر اكتب الديالوج هنا. بس على كل حال الايفنت هنا يشتغل في كل كونفرزيشن معين المؤقت وش بالضبط يقدر يعمل. فحاليا في مشاكل كثير، يعني طريقة الابديت للصور وماكنها مش بيرفكت، بس اول فحاليا هذا المؤقت شغال والشخصية تدخل المفروض تكون جسمها كامل بعد الشات بوكس، ممكن شغل اصوات وجميع انواع السكريبتس العامة. المفروض في عدة اشياء بس يا this is demo series.